خير. تسلمي. أنا الليلة مش جاي تغني، جاي تحقق حلم غنيت تأوصل له، مش عم بعمله تغني. حلمي إني يكون مع ناس وبحب إني يكون حدهم لحتى أشعر أحلى بطعم العيد. بزمن هالأعياد المباركة يلي عم تمرق علينا، إن شاء الله بنعاد على كل الناس، وبهالوضع العصيب بهالزمن، آخنا مش عم بتودي كتير لبعيد، لأنه لشو بدنا نقول الآخ إذا ما فيش إلها صدى؟ لشو؟ منتعب حالنا على الفاضي. في ناس، ومش غلط، وهيدا اللي لازم يكون، بيكون عندها حلم بقصور، بثروات، بمناصب، بمراكز، بس الأساس يلي هو لازم يكون أساس بحياتنا كبشر ومن أقل حقوقنا ضمانة صحتنا. خلونا إياه يكون حلم بهالبلد. كرمال هيك أنا جيت أضمن على عاتقي من الناحية الطبية الكاملة كل الموجودين معنا الليلة. ومشروعنا بهيدا الضمان بإذن الله العقد مقدورنا بكفي. مساء الخير نجوى.